السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. لازم تتقن عملك. يعني إيه أتقن عملي؟ يعني أعمل بما يرضي الله، مش أعمل اللي يرضي هوايا وأمشي على هوى الطيار اللي ماشي. بمعنى هنا الشقة كنا العميل داخل يبلط، البلاط أهو، الرملة أهي، أسمنت، الدنيا زي الفل. طبعا شافنا على السوشيال ميديا، قال لك طب انا عايز اعمل تشيك على السباكه قبل ما ابلط، عشان بنشوف لك فيديوهات بتقول ان في اخطاء من السباكين، فيمكن ايه لعل وعسى عايزين يراجع على الشغل. قلت له حاضر. جينا نراجع على الشغل، فطبعا شفنا اخطاء ما تصحش انها تكون داخل الشغل هنا اطلاقا، ولو في بيتك مش هترضاها، فالعملاء تاخد بالها والصنايعي ياخد باله، واللي ما عندوش ضمير ربنا يكرمه يكون عنده ضمير وياخد باله للاحسن باذن الله. مبدئيا رقم واحد، احنا محمد صلاح مش بيخش على الشغل علشان يطلع اخطاء وخلاص، الشغل موجود وهنشوفه دلوقتي ايه اللي موجود فيه. رقم واحد حضرتك، احنا بنعمل شرب اهو، باخد 1 متر على بره هنا كده، باخد متر وش البلاط ده، الشيربي بتاعي اهو، وريني كده، توسع عن الليزر، ده الشيرب اهو 1 متر حضرتك. دخلنا الشيربي بتاعنا جوه الحمام، ايه تعالى، هناخد الشرب بتاعنا جوه الحمام، لسه شغال، هناخد الشرب بتاعنا جوه الحمام زي كده، ده كده اهو الشرب دخل معايا جوه سيادتك. طيب ايه اللي موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قرب. ده 1 متر منه يكون وش السيراميك اهو، تعالى، 1 متر وش السيراميك. بص ماسورة التويليت فين؟ اهي، ده كده الليزر بتاعي اهو، وادي الصرف بتاعي اهو، هنا كده وش البلاط. اصبحت ان الدخلة بتاعت التويليت اقل من وش البلاط ب 3 سم. طبعا خطأ، المفروض الدخلة بتاعت التويليت تكون بينها وبين وش البلاط ما يقرب من تحت 10 سم، من هنا كده لوش البلاط 10 سم، اصبح ان الماسوره دي عايزه تعلى 13 سم لفوق علشان تيجي معاك كويسه، اللي عندي وش البلاط اهو. طيب رقم 2، ده الشرب بتاعنا اهو، بس عن الليزر، بس الاسطى هو واقف على الليزر، ده الليزر بتاعنا اهو، ده الشرب. بص المحبس على كام؟ المحبس على 1 متر اهو، المحبس على 1 متر، طبعا جاي في البلاط ازاي؟ فطبعا دي من ضمن بعض الدفويات وبعض الاخطاء لازم ناخد بالنا جامد جدا منها، وما يصحش انها تكون بحاله زي كده. طبعا العزل حدث ولا حرج، هنطلع بس عشان خاطر الريحه هنا وحشه شويه، نطلع نبص جوه هناك. نطفي بس الليزر على جوه. السلام عليكم. طبعا هنا عندي المطبخ هيبان من جوه هناك، بس المطبخ طبعا احنا قلنا يا جماعه مرارا وتكرارا بلاش مشترك العاده، او مشترك العاده ده كده بلاش، يفضل مشترك الواي، يعني يفضل يكون مشترك واي. نكمل جوه. طبعا ده هنا حوض مطبخ، نخش بقى ونشوف ايه اللي معمول جوه هناك. بص يا باشمهندس، سيادتك عندك ده هنا، وقف كده حضرتك، واخد خط، طبعا ده هنا مشترك عادة، ده هنا مشترك عادة، طبعا جاي من الرئيسي من بره من الاربعة بوصة ده اهو، داخل من الاربعة بوصة المشترك الرئيسي، اخد هنا بلاعة للحمام مفيش مشكلة. بص بقى الكارثة الكارثية، كمل مع الخط اللي هو عامله وهو ماشي رايح للمطبخ، حط مشترك عدل يحط عليه بيبة الشاور، كل الروائح الكريهة، مش عايز اقول لك الريحة هنا عاملة ازاي، كل الروائح الكريهة اللي خارجة من التويلت خارجة من مكان بيبة الشاور، وطبعا هو هنا مش مركب بيبة شاور عشان نقول هتمنع ريحة سنة، مش هتمنع ريحة خالص. ليه؟ لأنها واخدها على العدل.
مشترك عدل، الميه هتنزل هتروح نصها كده وهتيجي نصها كده مع الرز مع الدهون مع الشعر، هنا هيحصل، هنا هينزل من كابينه الشاور شعر اللي هو الشعر والصابون والكلام ده مع الرز والدهون عمل التجمد. وريني بقى المنطقه دي هتبقى عامله ازاي على الرغم ان انت عامل 3 بوصه بس خاطئه بنسبه 100%. رقم 3، البلاعه، انت مشيت رحت حطيت صرف حوض واخدت عليه مشترك واي لغساله المطبخ، لغساله الملابس او غساله الاطباق، فهل هذا يجوز؟ مش هنقول غلط، هنقول صح، بس في الاحسن من كده، اللي اشتغل استسهل، ولكن في الافضل من كده، فبنقول يفضل كل صرف على حده، ما تشبكش حاجه على حاجه او الكلام ده. هو هنا لما عمل الصرف بتاع الغساله، اولا صرف الغساله جوه واطي وصرف الحوض عالي معايا عن الشرب، مخارج بتاعتي يعني احنا بنقول دايما يا جماعه نشغل الحوض يكون نص ركبه، ما يبقاش كده انا كده هركب نص ركبه ازاي او هركب وحده ازاي، لا كل حاجه يعني كل حاجه رايحه في حته. الحاجه المهمه، بص خلاط الدش دي علامه الشرب، بص خلاط الدش على 25 من على الشرب لتحت، يعني 75 من وش البلاط، تعالى بص كده ال 75 فين، الخلاط جاي عند ركبتي هنا كده بالظبط، هنا كده اهو 75 اللي هو اللي معمول هنا، ادي ال 75 سنتي اهي، فهنا دي كده عند رجلي، هنا كده عشان افتح، عشان افتح الخلاط لازم اوطي افتح الخلاط، انما الطبيعي ابقى انا واقف الخلاط يكون قدام مني على متر متر و10 90 سنتي، لو حبيت انا 90 بدل 75 على كابينه شاور صعبه جدا جدا جدا، وما كانش فيه بانيو هنا، تمام؟ طيب برضو هنا هو لف وطلع حط غساله مش مشكله، يعني لف وطلع وحط غساله مش مشكله، بس بنقول ايه يا جماعه؟ هنا شركه بي ار كايجيك مستلمه الشغل زي ما سيادتك شايف اهو، يعني الشقه دي فيها ضمان، يعني الشركه جت استلمت والراجل جاب القلم الالوان بتاعه اللي زي كده ومشي على الشغل، راح جاي معلم عليه واستلم الشغل. سباكين مصر كلها بتسلم الشغل للشركه، ولكن في عقليات متفتحه، دايما بقول السباك عامل زي الناس في التعليم، في تعليم ابتدائي، في واحد متعلم معاه دبلوم، في واحد معاه دكتوراه، في واحد معاه ماجستير. العقليات مش زي بعضها، في الاخر اسمه انسان متعلم، ولكن الشغل ده اللي بيفرق مع سيادتك اللي انت هتحتاجه فيما بعد. طبعا حدث ولا حرج للكارثه الكبرى. طبعا انا عندي ده المحبس اهو، برضو المحبس معايا واطي، المحبس جاي على 93 بالظبط اهو، عامل 95 سنتي، يعني الاكره لو ركبت، هات المحبس هنا، الاكره لو ركبت هتلاقي المحبس في وش الارض على طول. علاوه على ذلك بص من نص القعده للشطاف كام، يعني بص حضرتك مفيش مكان حتى اعمل وصل، يعني احنا قلنا نص القعده بيبقى 25 سنتي اهو، بص المكان فين والمخارج بتاعتي فين، يعني العميل هنا لو جاب قاعده ملاصقه للحائط اللي هي من ورا لقدام، اللي هي القاعده كلها للحيطه اللي ورا لقدام، هتبقى جايه جوه المحبس بتاعي. طب ليه وانا عندي مساحه ان انا انقل، يعني ايه الهدف من ذلك مش عارف، والمحبس برضو واطي رافع وش الكوع جامد قوي لفوق، طب ما تحط يعني انت مش عايز تعمل تعديل خارجي، ماشي مفيش مشكله، مش عايز تعدل في الخط مفيش مشكله، ما اختلفناش، ولكن مشترك بباب بكوع مفتوح واخش، ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله، اعلي ودي المستويات بتاعتي، وهي برضه عامله 90 سنتي من تحت على الشرب، فلازم تعدل وتعدل نفسك من الاخطاء ديت. العزل بقى اللي احنا بنقوله يا جماعه، العزل الالسومات لا يجوز في الحمامات، العزل الالسومات لا يجوز في الحمامات، يعني ده هنا اهو، ده هنا عزل ألسومات، بص العزل، بص ده كله اهو، ده كله عزل ألسومات اهو، فين بقى العزل؟ ده كله عزل بخلعه بايدي اهو، بص هنا علشان اللحام مش قافل معاه عامل شفة مونة عشان ما يبانش الفتحات بتاعته، انما اهو لو جيت تشد العزل كله اهو، العزل مش لازق في الارض ولا حاجه ولا الطبقه الثانيه، بص كل ده كله عزل بيطلع في ايدك، ليس في اي حاجه، مفيش بربقه في الارض ولا في رقبه ازازه للالسومات، الالسومات له قواعد بيتعمل عليها،
مش بيتعمل كده وخلاص. الالسومات له رقبه ازازه، له تنعيم، له كذا حاجه. فعشان كده بنقول يفضل عمل العزل الكيميائي مش عزل الالسومات في الحمامات. ليك عندي كسباك اكبس لك، اسال اي سباك قول له عايز املا الحمام ميه على الالسومات هيقول لك لا، املاه على سيكه توبسينيه وسبعه ماشي. انما عزل الالسومات بالطريقه دي طبعا طريقه سيئه 100%. طبعا هنا الراجل كتر خير وعامل مواسير 2 بوصه مجتهد وعمل حاجه حلوه، يعني انت عامل لي صرف 2 بوصه بس في نفس الوقت عندي فنيات ودفوهات صعبه جدا ما ينفعش انها تعدي. نبص جوه في الحمام اللي جوه. طبعا علاوه على ذلك انا في حاجات طبعا غامضه لسه ما طلعتش معايا، هتبان معانا اكتر لما نفتح على الدنيا والدنيا كلها تبان معاك. طبعا هنا برضو هناك قلنا القواعد واطية، هنا القعدة عالية، هنا القعدة عاملة من على الشرب 73 سنتي و10 سنتي لتحت بقت 83، بقت من تحت 83، 83 من المتر اتبقى معاك اللهم ذكرني 17 سنتي. انا عندي طرد القعدة، الطرد بتاع القعدة استاندر من 13 ل 15 سنتي، هي عاملة 17 سنتي، فاصبح ان ماسورة القعدة اعلى من الحمام، اعلى من التويلت ب 2 سنتي. وقول الراجل هيدي سنتي ميل في الحمام، اصبح هيبقى او دخلة القعدة اوطى من القعدة من الماسورة 3 سنتي، اصبح ان التويلت الفضلات مش هتخرج لبره وهترجع لك تاني في منسوب اعلى من التاني. برضو عندي هنا الدش واطي على ال 75 سنتي برضو اللي هو عند رجلي هنا. طب ليه لما اخلوش قدام ايديا؟ زائد العزل برضو الالسومات طبعا هنا اهو، بص يعني هو هنا اهو علشان يداري اللحامات بتاعته. فين المونة بالله عليك؟ بالله عليك بالله عليك، اين الضمير؟ اين الضمير في المنظر ده كده؟ انا بقى طبعا بفتحه قدام سيادتك اهو، فين الضمير في العزل؟ فين المونة اللي هنا؟ فين رقبة الازازة؟ فين القصة دي كلها؟ لازم نتقي ربنا شوية مش اكتر من كده، وان الواحد مش بيعمل بروباجندا على السوشيال ميديا وان هو بيخش يعدل ورا الناس وخلاص. لا، احنا بنقول يا جماعة اتقوا ربنا في الناس، اعمل الصح اللي يملى عليه ضميرك. لو انت اخر تعليمك كده اتعلم وافهم، انما لو انت عارف وفاهم وعارف ان ما فيش سباك في مصر ما اشتغلش في الالسومات، فاللي اشتغل في الالسومات عارف ان هنا في رقبه ازازه، عارف ان هنا في رقبه اللي هي بتنعم كده وبتلف معاك عشان الالسومات يلف معاك. ما فيش سباك في مصر اشتغل وعمل على الطوب بالطريقه دي كده او الشكل ده كده. فارجو ان احنا ما نستخفش بعقول الناس، فارجو ان احنا نخاف على الحاجة مش اكتر من ذلك. طبعا هو الراجل مجتهد وعامل برضو 2 بوصة، ولكن ايه فايدة 2 بوصة من فنيات وديفوهات ما ينفعش انها تعدي عليا كحد بروفيشنال او حد شغال او الكلام ده كله. ارجو ما حدش يكون يتضايق مننا، وارجو نكون قدرنا نطلع السلبيات اللي موجوده في الشغل، وارجو ان احنا ناخد بالنا من السلبيات دي وما نعملهاش تاني ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب عشان نعرف كل ما هو جديد باذن الله في عالم السباكه الحديثه. كان معكم محمد صلاح ابو علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.